كابتن محمد فاروق، تحياتي ليك وتحياتي لضيوفك الكرام وكل مشاهدي قناه الاهلي في الوطن العربي الكبير. انتهت طبعا مباراه الذهاب بفوز النجم بهدفين مقابل هدف، لكن لسه في الامكان افضل مما كان، والاهلي بهدف مقابل لا شيء في برج العرب يستطيع التاهل باذن الله للمباراه النهائيه. وهناك ثقه هنا من جماهير النادي الاهلي، من اعضاء النادي الاهلي، من الكل عقب المباراه، واثقين الاهلي ان شاء الله في مباراه العوده ان هو يقدر يفوز ان شاء الله ويتاهل للمباراه النهائيه. لكن المزيد من التفاصيل والتحليل الفني والرؤيه الفنيه وذكرياته في هذه المباريات العصيبه واللحظات الحاسمه وامكانيه الاهلي انه يحرز هدف في لقاء العوده، وهل مر بهذه الظروف؟ معي في هذه اللحظات الكابتن طاهر ابو زيد. كابتن طاهر، برحب بيك في البدايه. ونتيجه 2-1، اولا تعليقك على النتيجه والاداء، وكيف ترى هذه المباراه في لقاء الذهاب الشوط الاول اللي كان في تونس؟ خليني الاول يعني احيي محمد فاروق وضيوفه، ونقول ان مباراه النهارده غلب عليها الطابع التكتيكي. يعني النادي الاهلي او حسام البدري بيلعب المباراه وهو بيضع في ذهنه ان في مباراه ثانيه. يعني دي عكس مباراه الترجي الماضيه اللي من اسبوع، لان الثانيه كانت مباراه حاسمه، وبالتالي ما كانش عنده غير نتيجه واحده وهي الفوز باي شكل. الامر يختلف اليوم، كان في بعض التحفظات، كان في رؤيه ان في مباراه ثانيه، وبالتالي ما كانش بيدفع بكل اوراقه، مش عايز اقول الهجوميه، انما التحفظ كان الغالب في معظم فترات المباراه. في اخطاء، طبعا في اخطاء وقعنا فيها. في جهد مبذول، اولادنا بذلوا جهد كبير جدا في الحقيقه، برغم ان المنافس كان على ملعبه بدنيا وذهنيا وقتاليا كان بيعي تماما ان دي مباراه البطوله. يعني هو عاوز يتجنب مباراه القاهره، فبالتالي كان عنده روح قتاليه عاليه جدا. ظروف الهدف المفاجئ الصادم في الحقيقه اللي مش عايز اتكلم عنه كتير، لانه كان في سذاجه بعض الشيء، وكان في حسن نيه، وكره القدم لا تعترف بحسن النوايا، وكان في برضه انتهازيه من المنافس ان هو لم يلتزم بالروح الرياضيه، وخدنا على اخوانا زي ما بيقولوا، انما في الاخر هو خطا لابد ان احنا نتحمله. الهدف ده في الحقيقه قلب الاوراق ولخبط في الحقيقه تفكير لاعبتنا كلهم. يعني ظهرنا بعد الهدف لفتره طويله جدا وفي نوع من الهزه اللي موجوده في كل الخطوط، ولولا ستر الله سبحانه وتعالى كان ممكن جدا النتيجه تزيد. انما اعتقد ان مرور الشوط الاول بالنتيجه دي ادانا فرصه لالتقاط الانفاس وترتيب الاوراق للشوط الثاني، واعتقد ان كان في ايجابيه جدا من ناحيتنا في الشوط الثاني، اسفرت عن هدف اعتقد كان تغيير ايجابي في الحقيقه، هو تغيير صالح جمعه بوليد ازارو، واعتقد انه كان تغيير متاخر جدا، لان في الحقيقه يعني وليد على قد الجهد اللي بيبذله، انما في الحقيقه مواصفات راس الحربه مش موجوده فيه، وبالتالي احنا كنا في معظم الاوقات يعني خسرانين راس حربه معظم الوقت. لا، هو بيجتهد في الحقيقه وبيبذل مجهود، انما مواصفات راس الحربه للنادي الاهلي مش منطبقه عليه، وبالتالي احنا محتاجين اعاده حسابات في المركز ده. صالح جمعه في الحقيقه كان، عايز اقول، نقطه تحول في المباراه، مش لانه جاب الجول، انما لانه ادى النادي الاهلي تقل في وسط الملعب، خلاه اكثر تحكما في الكوره. طبعا الاجهاد حل بمعظم لاعبينا في منتصف الشوط الثاني، ودي كانت في الحقيقه نتيجه الجهد المبذول على مدار المباراتين مش مباراه. الانذارات الكثيره اللي حدثت وهنفتقد فيها ابرز عناصرنا، مشكله اصابه عبد الله السعيد كواحد من ايضا عناصر الخبره، نتمنى ان شاء الله ان هي ما تاخدش وقت ويلحق بالمباراه الثانيه. اجمالا المباراه ما تقلقش، لان فنيا النادي الاهلي اعلى، ولان عايز اقول النجم الساحلي برغم المجهود اللي بذله وبرغم النتيجه اللي هي تبدو انها مكسب، انما هو برضو يعني مش بعيد المنال، يعني سهل جدا ان احنا نتجاوزه في مباراه العوده. البعض متشائم من النتيجه على انها 2-1، عايز اقول ان في المباريات الكبرى احيانا التعادل بيبقى اسوأ، لانه بيخليك ترتاح وبالتالي بتطمئن الى الفوز. النتيجة بتاعت النهاردة هتبقى لا تلزم الا نتيجة واحدة وهي الفوز، والاهلي وسط جماهيره
وبتاريخه الكبير إفريقيا وأيضا بطموح ولاده وبعطاء مدربه المخلص ابن النادي الأهلي، أعتقد أنه هو مؤهل إن شاء الله أن يتجاوز المباراة الثانية. النجم الساحلي هيكون منافس قوي، هيكون ند طبعا بالتأكيد، إنما إن شاء الله تكون ولادنا يعني زي ما بيقولوا إيه استعادوا الراحة الكافية وابتدوا ياخدوا التقاط أنفاس من مباراتين مش سهلين. يعني الترجي والنجم الساحلي في أسبوع واحد خارج مصر ده جهد غير عادي، عايزين نشكر ولادنا عليه ونقول ان نتائج المباراتين حتى نتيجة مباراة النهاردة مش سلبية بالقدر الكافي، احنا قادرين ان شاء الله ان نتجاوز المباراة القادمة ان شاء الله. واثقين في حسام البدري انه هيتعامل مع المباراة بتشكيل مناسب. ولادنا ان شاء الله دايما في المواقف الصعبة بيظهر معدنهم، هم مروا بظروف اصعب من ذلك بكثير، وبالتالي مباراة اليوم ان شاء الله اعتقد ان هم قادرين على تحقيق فوز في برج العرب وسط جماهيرهم العظيمة، والمساندة الجماهيرية اللي هتحدث بمجرد عودتهم ان شاء الله اعتقد انها تكون دافع ليهم مؤثر في المباريات القادمة. اجمالا النتيجة مش صعبة، الاداء نلتمس لولادنا بعض العذر لان بذلوا مجهود كبير جدا خلال اسبوع، لخبطة الهدف الاول وفي الحقيقة المفاجأة اللي فاجئنا بيها النجم الساحلي، الجميع كان يتوقع في الحقيقة ان الكرة خرجت نتيجة اصابة لاعب فبالتالي بترجع. هكذا علمتنا كرة القدم وحتى كل المناسبات المحلية والافريقية والعالمية كل المباريات يعني. فولادنا كانوا مطمئنين بشكل يعني في المباريات الحساسة دي لابد يبقى في بعض الحذر، هم في الحقيقة تخلوا عن هذا الحذر، وكانت المفاجأة ان هم يعني شربوا هدف او خدوا هدف بمعنى اصح. انما ان شاء الله المباراة الثانية المتفائل وبمؤازرة جمهورنا العظيم وايضا باكتمال الصفوف مرة ثانية ان شاء الله وتجهيز البديل المناسب لولادنا اللي هم حصلوا على الانذارين، لان برضو دي عناصر اساسية وليها خبرات كبيرة جدا لابد ان انت تستعوضها بعناصر ملائمة، يعني المسألة تحتاج حكمة في البديل. هسألك يا كابتن طاهر، يعني اولا هو النجم الساحلي خالف قواعد ومبادئ الفيفا، مبدأ الفير بلاي اللي اقره الاتحاد الدولي ان ضرورة انك حتى الحكم نفسه يبقى ليه دور ان مبدأ الفير بلاي يتطبق على ارض الملعب، لكن ما حصلش ده. لكن الجزئية اللي عايز اسألها برضه في مسألة التحكيم، الانذار اللي حصل عليه احمد فتحي والانذار اللي حصل عليه وليد سليمان، ممكن الحكم طول المباراة ما كانش فيه قرارات مؤثرة وقراراته كلها كانت ممتازة، لكن هذا القرار بالمباراة بالكامل هل علامة يعني احمد فتحي هيضيع وقته وهو خسران؟ وليد سليمان خد انذار بناء على ايه؟ هل القرارات دي شايفها ازاي؟ وهل التحكيم كان ليه دور برضه غيابهم في مباراة العودة قد يكون مؤثر بشكل كبير؟ ومين اللي ممكن يعوض غيابهم في مباراة العودة يا كابتن طاهر؟ والله انت يعني هتاخدني لجزئية التحكيم وانا ليا فيها كلام كتير جدا. هختلف معاك بعض الشيء لان انا شايف تحكيم في الحقيقة في الفترة الاخيرة. تحكيم مش اقول اقل من المتوسط، انما استطيع ان انا اقول ان ده تحكيم سيء موجه. والحقيقة لجنة الحكام او الاتحاد الافريقي بشكل عام، الاتحاد الافريقي لكرة القدم، لابد ان يبقى معاه وقفة، لان مسألة المبالغة في ظلم النادي الاهلي في الفترة الاخيرة تحكيميا مش بالضرورة ان انت يعني تحتسب مثلا ضربة جزاء او ان انت تحسب هدف تسلل، هنا يبقى في ظلم تحكيمي، انما في ادوات اخرى في التحكيم في الحقيقة مرفوضة. يعني مسألة ان انت تحاصر النادي الاهلي بكم من الفاولات المبالغ فيها الغير حقيقية دي مسألة غير مقبولة. مسألة ان انت ايضا تتغاضى عن حق النادي الاهلي في فاولات كثيرة جدا هو الاحق بيها فتبتدي ان انت تساعد فيها المنافس. مسألة ان انت تتوعد وتبتدي تاخد انذارات وانت تعلم تماما اكيد كحكم ان العناصر دي هتغيب عن اللقاء القادم، كل هذا الامر فيه شبهات كثيرة جدا لابد من التوقف عندها. فانا عايز اقول لك ان التحكيم في الحقيقة، وانا بلتمس لولادنا العذر في الحقيقة ان امام هذا التحكيم السافر في الحقيقة،
وبيقدروا يتمالكوا أعصابهم واقفين على رجلهم، هذا شيء يحسب ليهم. عايز أوجه كلمتي للاتحاد الأفريقي وأيضا للنادي الأهلي لمجلس إدارته، إن لابد يبقى فيه وقفة، ولابد يبقى فيه خطاب شديد اللهجة للاتحاد الأفريقي ولجنة حكامه السيئة. في الحقيقة اللي بلغت في المباريات الأخيرة في تفصيل تحكيم غريب جدا. اتفرجت على المباراة النهاردة كاملة وعلى مباراتي الترجي سواء اللي في برج العرب أو اللي في رادس في تونس، التحكيم واضح إن في حاجة، واضح حاجة مش مظبوطة. ما نقدرش نتحمل هذا الأمر لأن ده شيء مبالغ فيه. نادي الأهلي كبير، نادي الأهلي هو نادي القرن، هو النادي المتربع إفريقيا على كل البطولات، وبالتالي مسألة إن الحكام تيجي بالشكل ده لا. نادي الأهلي نادي كبير ولا يسمح إن يتلاعب بيه تحكيميا، يختاروا تحكيم يليق بسمعة وتاريخ النادي الأهلي. أما اللي احنا بنشوفه دلوقتي في الحقيقة شيء غير مقبول بالمرة. المباراة الإياب بعد 21 يوم من الآن، يعني 3 أسابيع، إيه المطلوب أو إيه اللي ممكن يتعمل، خاصة أن يكون في توقف لمباراة المنتخب الوطني في مباراتين في الدوري العام، والفارق الزمني حوالي 5 أيام على المباراة الإياب ما بين آخر مباراة في الدوري قبل لقاء العودة بإذن الله. إيه المطلوب، إيه اللي ممكن يتعمل؟ والأهلي في اللحظات دي ساعات تعرض لمواقف زي دي، وحضرتك بالتأكيد كنت بتشارك مع الأهلي بطولات أفريقية وحصلت على أكثر من بطولة، في المواقف اللي زي دي كنت بتتعاملوا إزاي؟ السياسة بتمشي إزاي داخل الجهاز الفني والفريق، سواء معسكر مغلق سواء حضور جماهير، إيه المتبع في المواقف اللي زي دي؟ لا إحنا بنتعامل مع المباريات اللي مثل نتيجة اليوم تعامل إيجابي جدا، لأن إحنا عندنا كمان من الخبرة الإفريقية وعندنا من المؤازرة الجماهيرية وعندنا من الخبرات الكافية اللي تستطيع تعويض الفرق اللي في المباراة. يعني أنت تحتاج نتيجة 1-0، ودي مش كتير على النادي الأهلي، إن شاء الله النادي الأهلي بإذن الله قادر على تحقيقها. إنما أنا أحتاج من الآن وحتى مباراة العودة إلى ثبات التشكيل في كل اللقاءات القادمة بدءا من الدوري المصري. يعني الدوري المصري أبتدي النهاردة أحط التشكيل اللي هلعب بيه مباراة دور قبل النهائي أمام النجم الساحلي، وأبتدي وكأني بعمل معسكر لمدة 20 يوم، بستخدم فيه كل أوراقي، بثبت فيه التشكيل الأفضل بالنسبة لي كفريق. مزيدا من التجانس في مباريات الدوري المحلية تصل بنا إلى مباراة النجم والفريق مكتمل، يعوض الغيابات اللي هتفوته نتيجة الإيقافات أو لا قدر الله لو حد مصاب مش هيلحق. الجانب النفسي ما اعتقدش ان لاعبي النادي الاهلي محتاجين ان انت تذكرهم، لان هم حاسين بالمسؤولية وكانوا في مواقف اصعب كثيرا وتجاوزوها، فبالتالي المطلب الوحيد هو تشكيل التثبيت من الان حتى مباراة النجم. توفيق من الله سبحانه وتعالى، الجماهير العظيمة مش محتاجة ان حد يعني يقول لها كيف تؤازر ناديها، لان هي اكثر عظمة مننا كلنا. حسام البدري مدرب الفريق لمدة موسم ونص، فبالتالي كل أوراقه حافظها وإحنا واثقين في قدراته على اختيار الأفضل. يبقى التوفيق من الله سبحانه وتعالى، والنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله قادر على تعويض النتيجة اللي هي بتمثل هدف واحد إن شاء الله دون دخول مرمانا أي هدف. الحذر الدفاعي مهم جدا، بنكرر مرة تانية، أنا الكلام ده قلته كتير، أنا خايف أكون يعني ببالغ في أو بكرر كلامي، إنما عايز أقول إن ممنوع الأخطاء البسيطة اللي هي على حدود خط 18، ده لا يمنع من الجدية ومن التلاحم، إنما الحذر، لأن واضح جدا إن فرق شمال إفريقيا تحديدا تونس كل قدراتها أكثر من 50% من قدراتها في الكرات الثابتة، وبالتالي إحنا عايزين نتجنب هذا الأمر. مش معقول نبقى عارفين مزايا الغير ونروح له عشان يستفيد منها. أخطاء على خط ال 18 أو المناطق الخطرة الثابتة دي نتجنبها تماما. النهاردة برغم في الحقيقة إن عايزين نقول إن فرقتنا ما كانتش في نفس حالة مباراة الترجي من أسبوع، إنما في الحقيقة كان عندنا فرص سهلة كتير النهاردة. ده برضو نقطة مهمة جدا لابد نتوقف عندها كتير. الفرق الكبرى ما بتضيعش فرص سهلة، وبالتالي لازم يبقى في تأكيد على إن التفريط في أي فرصة في المواجهات الكبرى قد يكلفنا الكثير.
دي برضو رسالة لأولادنا إن شاء الله في المباريات القادمة، سواء المباريات المحلية أو المباريات الإفريقية، ممنوع التفريط في أنصاف الفرص. النهارده جات لنا أكثر من كرة في الحقيقة سهلة، كان يمكن جدا إن هي تريحنا، إنما خلاص مش هنتكلم عن اللي فات. نقول كلنا ثقة فيكم يا أولاد، كلنا ثقة في حسام البدري. الاتحاد الإفريقي رسالتنا ليه، اتق الله في وضع حكام يليقوا بمكانة واسم النادي الأهلي، وأيضا أهمية المسابقة. جمهورنا العظيم إن شاء الله قادر على تحفيز ولادنا إن شاء الله، وتعويض فرق الهدف ده إن شاء الله. سؤال أخير كابتن طاهر، مباراة العودة إيه العدد الجماهيري المطلوب إنه يحضر في هذه المباراة؟ مش هسأل كابتن طاهر أبو زيد كنجم كرة سابق في النادي الأهلي وكابتن الأهلي ومنتخب مصر، لكن في منصب كوزير للرياضة، كنت حضرتك كنت وزير للرياضة في فترة من الفترات خلال الآونة الأخيرة، وفي التوقيت ده الأهلي بيمثل مصر ومقبل على مباراة هامة جدا، والمباراة دي مفتاح للوصول للنهائي. يعني استاد برج العرب كمان اسبوع يفضل فيه حوالي 60-70 ألف متفرج، بعدها على طول مباراة الاهلي هتبقى صعب قوي تسمع 20 ألف، يعني هتبقى صعبه جدا، والملعب هيبقى فاضي، خاصه ان استاد البرج العرب استاد كبير، لما تحدد عدد قليل بيبان الاستاد فاضي. يعني العدد المناسب للحضور في هذه المباراه ازاي لمساندة ودعم الاهلي؟ ان شاء الله الحد الاقصى لسعه استاد برج العرب جمهور الاهلي هيروح ان شاء الله. المباراه مش محتاجه مياعه من حد في مسألة الجمهور قد إيه، مسألة مصيرية بالنسبة لجمهور النادي الأهلي. جمهور النادي الأهلي هيحضر بالتأكيد بكثافة غير عادية، وهيؤازر فريقه لأنه في موقف يستدعي المؤازرة، وبالتالي أعتقد أن السعة الكاملة لاستاد برج العرب إن شاء الله هيستوعبها جمهور النادي الأهلي دون النظر إلى السعة التي قد يقررها البعض إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكرا شكرا. كابتن محمد فاروق، ده كان لقاءنا مع الكابتن طاهر ابو زيد نجم طبعا النادي الاهلي وكابتن النادي الاهلي ومنتخب مصر، وبالتوفيق يا رب للاهلي في لقاء العوده. بالتاكيد الاهلي يقدر باذن الله 1-0 يتاهل للمباراه النهائيه، لكن الشيء المطلوب خلال الفتره القادمه عقم مباراه المنتخب، السعه الكامله او عدد كبير من جماهير النادي الاهلي في استاد برج العرب، خاصه ان حضور الجماهير سيساعد بشكل كبير جدا الفريق على التاهل للمباراه النهائيه. عوده اليك من جديد كابتن محمد فاروق، ونتمنى الشفاء باذن الله للاعبي النادي الاهلي المصابين من اجل اللحاق بمباراه المنتخب الوطني ثم مباراه العوده امام النجم الساحلي على استاد برج العرب يوم 22 من شهر اكتوبر الجاري باذن الله. اليك الكلام. شكرا محمد، بشكرك.